السلام عليكم. الدرس الأول من دورة البايثون. في هذا الدرس إن شاء الله هناخد مقدمة شوية عن الدورة، بعدين حنعرف كيف نتعامل مع برنامج البايثون، شيء اللي عن طريقه حنبرمج برامج البايثون. بداية ملخص الدورة. بهي الدورة إن شاء الله حنبلش بلغة البايثون من المستوى المبتدئ، وحنوصل فيها للمستوى المتوسط. وهي الدورة بإذن الله مثل ما حكينا حنتعرف كيف نبني برامج البايثون باستخدام برنامج بايثون شيل. حنعرف كيف حيكون التعامل مع المتغيرات البرمجية بالبايثون، وكيف وحنتعرف كمان طبعا على متغيرات برمجية خاصة بلغة البايثون ما بنلاقي بلغة تانية. حنتعامل مع التوابع الفانكشنز والكلاسات كمان. خطة الدورة. الدورة إن شاء الله حتكون عبارة عن 4 أسابيع. الأسبوع الأول حناخد فيه كيفية التعامل مع برنامج البايثون شيل. الدرس الثاني حيكون كيف التعامل مع المتغيرات والتعابير البرمجية بلغة البايثون. الدرس الثالث حيكون التعليمات الشرطية والحلقية والمتغيرات البوليانية المنطقية. الأسبوع الثاني حنتناول فيه الفانكشنز والسلاسل المحرفية السترينجز والقوائم الليست. بالاسبوع الثالث حناخد الدكشنريز والتابلز، لان هدول متغيرات خاصة بلغة البايثون ما بنلاقيهم بلغات تانية. الاسبوع الرابع حتكون عبارة عن OOP صفوف والانهيريتانس. بعد كل اسبوع في عنا مشروع لازم نقدمه، وان شاء الله بخبركم عن الاسبوع عن الـ عن المشروع ببداية كل اسبوع. بلش هلا ببرنامج البايثون شيل. أول شيء مثل ما حكينا حنبرمج البرامج البايثون عن طريق برنامج البايثون شيل. نسخة البايثون اللي حنتعامل معها حتكون 2.76. كيفية رابط البرنامج حيكون موجود بالمدونة إن شاء الله، فيكم تاخذوا الرابط وتنزلوه. حاب أحكي بداية قبل كل شيء، في عنا نمطين من أنماط كتابة النص البرمجي بالبايثون. أول نمط هو النمط الفعال يسمى الـ Interactive Mode. في هذا النمط يتم عرض نتيجة كل تعليمة تتم كتابتها مباشرة، وتسبق كل تعليمة بهذا الرمز. طبعا هلا حنتعرف شو يعني هذا النمط. هو انه عبارة بنكتب عن تعليمة، نتيجة التعليمة فورا حتطلع معنا بالسطر التالي. طبعا هذا نمط مختلف عن النمط اللي كنا بنستعمله نحن باللغات التانية، اللي هو النمط النصي. النمط النصي هو بنكتب الكود دفعة واحدة وبيتنفذ معنا دفعة واحدة أيضا، يعني ممكن النتيجة يعني ممكن نت... ممكن التعليمة بنعرض نتيجتها فورا. طبعا حناخد مثال عن هالشي. أول شي حيكون هذا هو شكل الأيقونة تبع البرنامج IDLE Python GUI. طلعت عنا هنا نافذة البرنامج. عنا هذا هو اللي حكينا عنه، نمط الانتراكتيف مود. هنعطي مثال كيف. مثلا بنحط 1 زائد 2 هيعطيني نتيجة الكود فورا. مثلا حنعرف متغير يسمى a تساوي الواحد. اذا حطينا a زائد واحد هيطلع لي نتيجة فورا 2. هذا هو النمط الاول. النمط الثاني اللي هو script mode، النمط النصي، لازم انشئ فايل جديد من قائمة فايل نيو فايل، او فورا بكبس على الكنترول ان الاختصار فورا. هلا افضل بدايه قبل ما نبلش اي، هلا طبعا هي النافذه اللي بنكتب فيها الكود البرمجي وبيتم تنفيذه دفعه واحده. هلا افضل انا قبل ما نساوي اي شيء نسيف هي النافذه، نسيف البرنامج تبعنا. كيف تسيف البرنامج؟ فايل سيف از، او الاختصار كنترول شيفت اس. هنعطي اسم البرنامج وليكن فيرست بروجرام .by. اجباري عنا كل برنامج لازم نحط اللاحقة .by، هي لاحقة برامج البايثون. فاذا ما حطينا .by ما حيشتغل معنا البرنامج. حطينا .by سيف، اخترنا المكان اللي بدنا اياه، بعدين سيف. هلا صار عندي انا النافذة جاهزة لكتابة الكود تبعي. حنكتب البرنامج الاول بلغة البايثون يلي هو print hello python. طبعا هذا البرنامج حيقوم بطباعة جملة hello python.
طبعا تعليمة البرينت هي تعليمة الإظهار عندي. هلا إذا بدي نفذ هذا البرنامج لازم سيف بالأول بعدين نفذ البرنامج. التسييف عندي بطريقتين، إما اختصار من الكيبورد كنترول اس، أو من فايل سيف. بهالحالة هلا تسيف البرنامج وبقدر ارجع له بأي وقت بدي اياه. طبعا هلا كيف بدي طالع نتيجة هذا البرنامج؟ عندي خيارين، يا اما من الران ران موديول، شايفين كيف تنفذ عندي البرنامج وهذا نتيجة البرنامج، او الخيار الثاني اللي هو الاختصار كنترول اف 5. بهيك نفذ معي البرنامج. هذا ان شاء الله كل شيء لدرس اليوم، ما حناخد كتير. ان شاء الله الدرس القادم حنعرف كيف نتعامل مع المتغيرات، وكيف حتكون التعابير البرمجية كيف تنكتب بلغة البايثون. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وبشوفكم الدرس القادم ان شاء الله.